سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم على خير وبخير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله. ملي تجيو تشوفوني البنات جالسه في هذا الكوان هذا، عرفوا بان لا فيديو غادي تكون عباره عن مشتريات، يعني شي حاجات خرجت شريتها وجيت كنبارطاجي معكم لي بون بلون لي بون بري، شي حاجات زوينين تقدروا تكونوا نتوما جبتوا دورهم من ديك المكازون وما رديتوش البال لواحد الارتيكل. وهاد لي فيديو بزاف منكم اللي كيعجبهم، عندكم لي فيديو ديال المشتريات ولي فيديو ديال الجولات، يعني الجوله في بريمارك، جوله في اكسيون، جوله في هنا، جوله في هنا. هاد لي فيديو بزاف كيعجبكم وبزاف منكم كتطلبوهم ليا. الو البنات، عندي هنايا نورمالمون شي حاجات خديتهم في بريمارك كما كتشوفوا في العنوان، وشي حاجات في اكسيون. صراحه اكسيون ما خديت منها انا والو، اختي اللي خدات. هما كانوا بزاف ديال لي زارتيكل، ولكن كل خطره كنهز هذه بغيت نستعملها، هذه بغيت نستعملها، بوغ فينير ما جيت فين ندير لا فيديو، لقيت راسي هزيت كلشي. مي داكشي ديال اختي باقي هو هو، حيت هي ما غاديش تستعملوا لهنا، غادي تستعملوا باغا تصيفطوا للمغرب لدارها ان شاء الله. الو غادي نوريكم داكشي ديال اكسيون حقاش كما قلت لكم قليل، ابري غنوريكم داكشي ديال بريمارك. جيسبر لا فيديو ما يجيش طويل حقاش كاينين كوميم با مال لي زارتي. الو الو، اول حاجه خدات اختي، خدات هاد لابواط بحال هكا، بواط ديال لي بيجو، فيها واحد السنيسله هكا من الجنب باش كيبقى مشدود ليها هذا، ومن هنا فيها البلاصه اللي كديري فيها لي باك، وفيها البلاصه اللي كدير فيها مثلا لي براسلي ولا دي كوليي ولا المهم داكشي اللي حسب انتي شنو اللي بغيتي باش تحطها هكا فوق لا كوافيس ديال هذه. البنات كنظن نقله دايره شي 5 د الاورو، المهم 5 6 د الاورو ما نقدرش نقول لكم البري اكزاكتومون، ولكن ما مديباسياهاش. كاينه فهاد لا كولور اللي خدات اختي روز بيبي او دوري، ونورمالمون كاينه حتى في نوار، وكاينه حتى في فيغ، واحد الفيغ بحال هكا بحال الخزي. المهم كاينه هاد لابواط هادي، خدات اوسي دي بلاطو بحال هكا، خدا جوج ديال لي بلاطو وفيهم هنايا مرايات. بغيتش ندير لكم هكا باش نبينش لكم غير وجهي عاوتاني في الكاميرا مقلوب، المهم كيجيو هما بحال هكا. هادو دايرين البنات 4 ديال الاورو، 3 الاورو 99 كنظن، دايرين 4 الاورو البلاطو. خدا جويجات بحال هكا، يدارو فيهم بخرات، يدارو فيهم ديكورات، تحطي فيهم نيت الحلوات، تحطي فيهم حليوات هكا وتحطيهم فوق الطبيله. المهم لي بلاطو كيبقاو عندهم بزاف ديال الاستعمالات، كل واحد على حساب الذوق ديالو، على حسب داكشي اللي كيعجبو. خدات هادو هكا ديال البزار والملحه، وهما ترونسبارون، صراحه زوينين هادو وباشير، دايرين البنات بقى شي اورو، كنظن انهم اورو با بلوس. وشوفوا كي كيبانو، كيبان هاد البلاستيك ديالهم بحال شي كريستال ترونسبارون، فرانشمون مانيفيك. كاينه هادي ديال الملحه وكاينه هادي ديال البزار، كيجيو بحال هكا. تو اي سي كوا هاد لينا، هادي حدايا مبرسطاني. كاينين اوسي هاد الشميعات اللي خداتهم بحال هكا في النوار والدوري، هادو ما عقلتش لهم على الثمن ديالهم، وقيلا هما شي 3 ولا 4 الاورو الوحيده. فوالا هادشي اللي كاين في اكسيون، كما قلت لكم اكسيون نورمال. ويدا عطيني بنتي هذاك، برافو عطيني انت دوك لي سوبلا، ميرسي انا ميرسي تو مايدي، عطيني دوك لي سوبلا. وخدات هاد الغلو هذا البنات، راه بحالو داك اللي كنت درت لانيفيرسير ديال لينا، حطيتو لها في النوار، ميرسي حطيتو لها في النوار. خدات اختي في الدوغي على حساب لاطابل ديالها، بغاتو هكا في الدوغي دوغي دوغي. يوسكتي هادو دايرين تقريبا شي ان اورو ولا ان اورو يدمي، المهم ما فايتينش هذاك الثمن، كنعقلش على لي بخي ديال اكسيون. المهم اورو اورو نص با بلوس، خداتو هكذا في الدوغي، انا كنت واخداه هذيك الساعه في النوار. خدات هاد لي سوبلا بحال هكا في الدوغي، وهما دايرين قلت ليها نورمالمون ما خصهاش تجمعهم بحال هكا، وهي جمعتهم بحال هكا ما شاء الله، تبغي تصيفطهم نقادهم ليها مزيانين باش يكونوا مسرحين. المهم هما بحال هاد الشكل هذا، صراحه زويونين، ما عرفتش كيبانوا لكم مزيان ولا لا، هما راه بلاستيك ولكن زوينين. الوغ سي فاسيل زعما باش لا طحت ليها هكا عليهم شي حاجه تنيطويهم، و ان ميم طون الشكل ديالهم كيبان زوين. خدات فيهم 4 لحقاش لقيت غير 4 نورمالمون، قلت ليها تنشوفوا شي اكسيون اخرى وزيد منها جوج باش يكون باش يكونوا عندها كاملين زعما بحال بحال هكا، حتى الا كانوا عندها شي حد زايد معاها في الدار ولا الضياف ولا المهم، يكون الطبيله كلها نفس الشكل. لينا غادي تزكيل غادي نسلخك. فوالا هادشي اللي كاين في اكسيون، كما قلت لكم هادشي اختي اللي خداتو في اكسيون. بالنسبه للبريمارك غادي نبدا لكم حتى هو بلا ديكو، نينا سيتو بلي غنبدا لكم حتى هو بلا ديكو، و حتى هي اختي اللي خدات لا ديكو، ابخي نوريكم الحوايج. فوالا بالنسبه بحال تقول اختي خدات واحد قادات هكا الطبيله، يعني دوك لي سوبلا هكذا في الدوغي، لينا غنسلخك. وخدات هادو هكا في بريمارك، هاد الصغيرين دايرين 5 د الاورو الواحد، وهاد الكبير داير واقيلا 6 ديال الاورو،
سي ديال الاول هكذا باش يجي هذا زعما في الوسط وهذا من هذا الجنب وهذا من هذا الجنب ديال الشميات ولينا مصبح وكترطى باش تبان في الكاميرا صافي بنتي اه عجبك الحال yes. يلا وسيري في حالك قلت لكم هادو دخلوهم في برايمارك صراحه زوينين حتى انا عجبوني ولكن صراحه كناخذ كثير من هادشي وفي الاخر ما بقاش عندي حتى فين نحطو وكنشوفو غير مضيعه الفلوس بارفو مي هما صراحه زوينين نشوفو كي زوينين زوينين ما بقاش غير حلقتي شريتهم الو غادي نشوفهم عندها في دارها بحال شفتهم عندي في داري كما قلت لكم هادو في برايمارك البنات داكشي اللي وريتكم الاولاني كله في كنت نقول لكم في كيابي في اكسيون وهادو في برايمارك دابا اصلا خصني ديجا نصور نيت هاد لا فيديو باش تصيب ليا تجمع هادشي ديالها وتصيفطو لدارها الوغ كاينين هاد لي براسلي ديال نقولو لي براسلي ولا لي باك ديال لي سيرفييت خداتهم حتى هما في برايمارك كنقول لكم كل جوج كيديروا 4 ديال الاورو كيتباعوهم هكا بجوج شوفو كي داير نديرو فوكس الى بغي فوالا شو خدات فيهم حتى هما 6 بحال قلتو قادات دابا طبيله وحده عندها لي سوبلا عندها هادو عندها دوك الشميات صراحه خدات داكشي زويون وكلشي خداتو في الدوغي والبلون واك لينا ما جاتش حتى دابا لينا باقي بارد بزاف استنى هي سخن شويه لينا غنسد الباب بسرعه وغادي نخرجك على برا خدات هاد الديكور هذا هو بحال هكا في بريمارك بربعة ديال الاورو كتجي فيها هكذا شميه و سامبل و زوين حتى هو في الدوغي و في الزاج لينا علي بغي يصور فيديو مع الدراري الصغار في الدار غيبقى نص الفيديو هو كيعاود يسميتو الله الله على السرايا جيتي حتى انت ايوا سيرو خرجوا عليا انا باش بقى عندي هنايا هنا عندي شي حويجات الصراحه الحوايج كاينين منهم اللي ديجا صيفطنا اللي ديجا صيفطنا المغرب لحقاش صيفطات اختي تبارك الله ديجا شي 5 ولا 6 ديال السيكار ما عرفتش شحال صيفطات حيت لا قلتو كاع داك المشتريات اللي كنا درنا ديال البيبي ديال لا شومبر ديالو داكشي الاولاني كله صيفطاتو للمغرب كما قلت لكم لا شومبر ديال البيبي ديالها غادي تكون في المغرب اكيد غتكون عندها شومبر هنايا هي وبيبي ديالها ولكن زعما مقادها بداك الشكل اللي بغات هي غادي تكون عندها في دارها في المغرب الوغ كاين هاد اللبسه هادي خديتها ليها 6 شهور 9 شهور كتجي في بريمارك كنقول لكم البري ديالها 13 اورو كتكون فيها هكا الرياقه وكيكون فيها البودي بالطراقات ديال التحت وكتكون فيها البيجامه هي من هنا غتبان لكم حسن وكيكون فيها البوني هذه في بريمارك خدات بانوار على حساب الولاده هذا خلاص غادي يبقى هنا هذا خداته على حساب الولاده ان شاء الله البنات قريب قريب نوجد معكم لا فاليز ديال الولاده اللي غتدي معاها وميم لا بتيت فاليز ديال ميلا ان شاء الله يا ربي الله يجيبها على خير والبنات اللي في يوتيوب ما عارفينش بان اختي اختارت ديجا سميه البنت راه هي غتسميها ان شاء الله ميلا بالنسبه للبنات اللي في انستغرام اي سون ديجا او كورون لحقاش قالتها اليوم اختي نيس وكما كنقول لكم البنات لا بغيتو زعما تكونوا هكا معايا راه كيما كنقول لكم انا اكتيف بزاف في انستغرام يعني بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يشوفوني سوفون دخلوا انستغرام غنخلي لكم في باغ دانفو وتما غادي تلقاوني موجوده الو خدات هذا البينوار هذا خداتو في بريمارك الثمن ديالو 13 اورو وخداتو طويل صراحه سخيخن وزويون وشوفوا الصدفه خداتو حتى هو في البلون والكري وفيه دوك لي نياج لا عقلتو راه نفس داكشي اللي كانت نورمالمون خداتها على حساب لا شومبر ديال البيبي فاش كانت باقا ما عرفاش حتى لو ساكس ديال واش وليد ولا بنيته كانت كتختار كلشي في البلون والكري بات البينوار ديالها خداتو في البلون والكري هذا ان شاء الله غادي يكون في الحقيبه ديال الولاده انا شنو بقاو عندي هنايا بقاو عندي غير واحد جوج ديال لي موف هادو خداتهم في كيابي بجوج الاورو الوحدين خداتهم على حساب بنيتها وهنايا كاينين جوج ديال لي زاكسسوار اللي خديتهم انايا ديال الشعر على حساب لينا فوالا هذا هكا وهذا هكا هادو خديتهم البنات بثلاثه ديال الاورو هادو خديتهم في الغايون ديال الماكياج ولي زاكسسوار ديال الشعر ديال الكبار يعني ديال العيالات ما خديتهمش في الغايون ديال الدراري الصغار مي انا حيت عجبوني هزيتهم لهم تما علاش مخطره كنلقى لي زاكسسوار ديال الكبار وكنهزهم ليها فوالا هادوك هما اللي خديت من تما انا خديت واحد البيجامه بيجامات موجودين في برايمارك خديت واحد البيجامه كتجي بحال هكا مكتوبه فيها ديزني ولو بونطالون ديالها كيجي بحال هكا التوب ديالها ماشي سخون ولكن المهم التوب ديالها سخيخن زويون عجبني عجبتني لا ماتيغ ديالو بالنسبه لو بري البنات خديتها ب 17 اورو باش تكون عندكم فكره
اختي ما خداتش لي البيجامه هنا لحقاش فاش كانت في المغرب كانت خدات نورمالمون البيجامات اللي خاصينها. الوغ خديت واحد البيجامه هكا اونصومبل ملي شوفو كي تكمش اسما يمكنش. خديت هكذا بينوار كيجي بحال هكذا طويل يعني يمكن ليا نلبس غير هاد البينوار بوحدو مع شي شوميز هكذا من التحت لحقاش طويل كيما يمكن ليا نلبسهم على البونطالون ديالو داكشي اللي غنوريكم. المهم البينوار بوحدو البنات داير 18 ديال الاورو كيجي بحال هكا. او هادو بيجاما اللي كيجيو مفرقين بحال هاديك اللي وريتكم في الاول هادو كيجيو اونصومبل يعني الفوق والتحت هادو بيجاما كيجيو مفرقين. والسروال ديالها داير 12 الاورو بحال هكا. انا جيم بيان نوار و جيم بيان هاد لو ستيل هذا. وخديت ليها هاد لي ديباردور بحال هكا و هادو كلهم البنات في بريمارك. خديت لها ديباردور راه في نفس هاد لا كولور هادي اللي في البيجاما غادي يجيو زوينين ب 6 ديال الاورو. وخديت ليها سمحوا لي على الصداع كيديروا حدانا لي طرافو. وخديت ليها ان بتيت تروس خديت لها واحد لاطروس بحال هكذا ثاني في نفس داك الشكل باش يكون فيها داكشي ديال الحمام يعني شامبوان جيل دوش للعيبات. وخديت نورمالمون دي بانطوفل بحال هكا حتى هما خديتهم في بريمارك. تسنى نقول لكم لاطروس البري ديالها 5 الاورو. وهاد لي بانطوفل اللي وريتكم دابا 8 الاورو كيجيو بحال هكا. المهم هما دي بانطوفل اللي محلولين ما مسدودينش شون بحال الصنيدله ولكن هي سخيخنه نفس لا كولور ديال داك لو او ونفس لا كولور اللي كاينه مع داك النوار حيت هذاك النوار ما معاهش البلون مع واحد البيج زوين. الوغ شنو بقى ليا هنا ما بقاتش ليا بنت هنايا غون شوز. دخلت هذا البوني اللي خديته لبنت اختي وخديت ليها معاه دي موف بحال هكا. هذا خديته ليها ب 6 ديال الاورو المهم راه غير ديال الزياده زيرو موا حيت صغير كرف ما عرفتش كيبان ليكم صغير ولا لا مي راه صغير هو. وخديت لينا هنايا دي شوسيت في لي كولور كاين البلو كاين الغوز وكاين الكاكي ولا الخزي نو هذا غري متديوش عليا غري. وهنايا كاين البلون كيجيو هما طالعين. انا جيم بيان لي شوسيت اللي كيجيو طالعين كيجيو مع لي غوب رائعين. هادو خديتهم خديتهم ليها ب 3 الاورو و 50 لقيتهم مدخلينهم في بريمارك خديتهم ليها ب 3 الاورو و 50. اخر حاجه بقات هو هذا خديته لينا غير هكا جيم بيان انا وياها كنبقاو نلعبو ندير لها مكياج ندير لها شي تخربق في وجهها ندير لها شي حاجه مكياج سا با مكياج بس زعما تبان راه ماكياج من غير هكا بحال غير دانيش كتقول لي ديري شويه ديال لي بايات ولا داكشي هذاك اللي غادي نديرو ليك غادي نلصق ليها هاد الحجيرات بحال هكا لوتوغ ديال عينيها. وعندي مهم شي فكره في الراس باش ندير لها دي فوتو في انستغرام كيما قلت لكم البنات دخلوا انستغرام راه تما كنبارطاجي بزاف ديال التصاور وبزاف ديال لي ستوري. هادو كانوا قلب 3 ديال الاورو كيبان لي هنايا افون 3 اورو وابخي داروا ليهم غير 2 اورو كاينين فهاد لا كولور وكاينين حتى فواحد البلو اخر. فوالا هادشي اللي كاين هنا البنات جيسبر لا فيديو تكون عجبتكم جيسبر تكونوا استفدتوا جيسبر يكونوا بانوا لكم دي زارتيكل قلتوا وي زوينين غنمشيو ناخذوهم لي بري راهم زوينين. لا يعجبكم لا فيديو ما تنساوش ديروا جيم اللي باقي ما تابوناش لاشين تابونا. تشاو تشاو على فيديو جاي ان شاء الله.